وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سالم كريم يسأل عن تحنيك المولود والسنة في ذلك. تحنيك المولود أولا تعريفه وهو مضع الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حناكه به. إذا التحنيك تفعيل من إيش؟ من الحنك. إذا يؤتى بالتمر أو بأي شيء كما قال ابن حجر يكون حلوا يلين يمضغه الوالد أو الوالدة أو أي إنسان، ثم يضعه على إبهامه ثم يدلك به حنك الصبي، يدلك به اللثة، يفعل ذلك ليتمرن على الأكل ويقوى عليه. وإذا كان الطفل عند التحنيك لم يفتح فاه، وينبغي عند التحنيك أن الطفل أن يفتح فاه أو أن يفتح فاه حتى ينزل هذا التمر أو هذا الشيء الحلو في جوفه. ولذلك قال ابن حجر أولاه التمر، فإن لم يتيسر فالرطب، وإلا فشيء حلو أو عسل النحل أو كل شيء حلو يفعل به مثل هذا. هذا بالنسبة لمعنى التحنيك. الأدلة على ذلك حديث البخاري عن أسماء أنها لما ولدت عبد الله بن الزبير رضي الله عن الصحابة أجمعين أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره فحنكه بتمرة. إذن الأولى هنا أن يكون التمر، ثم دعا له وبرك عليه. وأيضا عند البخاري عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فشماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. هنا موطن العلة هنا في التحنيك. منهم من قال لأن الصحابة لم يعرف عنهم ما يعني ما روي عن الصحابة أنهم حنكوا الطفل، كل الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من قال إذن هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال لا مو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، العلة فيه علتان، علة التمر وعلة ريق النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت العلة علة التمر فهذه باقية، وأما إذا كانت العلة علة الريق النبي عليه الصلاة والسلام فتكون من الخصوصية، والراجح أن العلة للتمر وليس في ريق المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهنا لطيفة من اللطائف، قالوا لا يسوغ للإنسان إذا ولد له مولود أن يأتي أحد الناس فيقول له حنك لي ابني معتقدا في ريقه، هذا منهي عنه، ربما يغفل عنها كثير من الناس يفعلون ذلك، معتقد في بركة فلان أو في ريق فلان، قالوا لا ما يفعل هذا. إذا كان كده يبقى أنت دخلت في أن العلة هي الريق وهذا خاص بالنبي ليس بأحد عليه الصلاة والسلام. إذن معناها الوالد أي إنسان من غير أن يعتقد في ريقه أو في بركته يأخذ شيء من التمر يمضغه بفمه ثم يضعه على إصبعه ويحنك به لثة الطفل ويمكنه من أن يبتلع ذلك. إذا ما تيسر التمر أي شيء حلو أو له عسل النحل كما قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. نأتي الآن سريعا للمسألة العلمية. الإعجاز الآن اكتشف فيه سبحان الله عجيب، وهذا طبعا نقول هذا الكلام استئناسا لا استشهادا ولا استدلالا، لأننا نثق في ديننا ونعتقد في أنه يصلح لكل زمن ومكان وما فيه إلا الخير للأمة جميعا. الإعجاز العلمي يقول سبحان الله، يقول لك تبين الآن الطب أن الطفل يحتاج إلى سكر الجلوكوز وقد يتعرض بسبب نقصه لآفات كبيرة، والتمر خير مصدر لهذا، لذلك يسن لما تفطر تفطر على ايش؟ على رطبات، فإن لم تجد فعلى تمرات، فإن لم تجد تحشو حفوات من ماء. ولذلك يقولون سبحان الله شيء عجيب، يقولون إن مستوى السكر الجلوكوز في الدم بالنسبة للمولودين حديثا يكون منخفضا، وكلما كان وزن المولود أقل كان مستوى السكر منخفضا، وبالتالي المواليد المخدجين وزنهم أقل من 2.5 كيلو جرام،
فيكون منخفضا جدا، بحيث يكون في كثير من الأحيان أقل من 20 ملي جرام لكل 100 ملي لتر من الدم. أما المواليد الذين هو وزنهم أكثر من 2.5 كيلو جرام، 2.5 يعني، مستوى السكر لديهم يكون عادة 30 ملي جرام لكل 100 ملي لتر من الدم. ويعتبر هذا المستوى من 20 إلى 30، سواء كان مخدجا أو كان من الفضل عز وجل، هبوطا شديدا في مستوى السكر في الدم. وهذا يؤدي إلى مجموعة من الأعراض الطبية، مجموعة من الديونيزيس، منها أول حاجة الطفل يرفض الرضاعة، ثانيا يحصل على سكيليتال يعني ارتخاء في العضلات، ثالثا يحصل له توقف في عملية التنفس وحصول الزرقاق في الجسم، رابعا يحصل له نوع من التشنجات التي تؤدي أحيانا لمضاعفات خطيرة جدا، تعمل تأخر في النمو، تعمل تخلف عقلي، تعمل شلل دماغي، تعمل إصابات السمع والبصر، تعمل نوبات صرع متكررة سبحانه إبليبسيز. وإذا لم يتم علاج هذه الحالة في حينها تنتهي بالوفاة سبحان الله، رغم أن علاجها سهل وميسور، هو إعطاء السكر الجلوكوز مذابا في الماء إما بالفم أو بواسطة إيش الفاينز أو عن طريق إيش إنفيوجنز أو عن طريق الوريد. ولذلك سبحان الله ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام والسنة؟ مباشرة يأتوا بالمولود يحنكونه يعطونه هذا التمر ويحنكه، فما زاب من هذه التمرة بريقه عليه الصلاة والسلام، في حكمة بالغة أنه التمر يحتوي على السكر بالجلوكوز بكميات متوفرة جدا، وبعد ما يتم إذابته بريق كذلك يحتوي على إنزيمات خاصة تحول السكر الثنائي اللي هو السكروز إلى سكر أحادي. والريق أيضا سبحان الله ييسر إذابة هذه السكريات، وبالتالي يمكن للطفل أن يستفيد من يحصل عملية يعني كويك ميتابوليزم، يحصل عملية أيض وتمثيل غذائي سريع. إذا بما أن معظم المواليد يحتاجون لسكر الجلوكوز بعد الولادة مباشرة، فإن إعطاء المولود التمر المذاب يقي الطفل بإذن الله عز وجل من مضاعفات نقص السكر التي ذكرناها آنفا. إذا هذا إعجاز طبي لم تكن تعرفه البشرية، وما كانت تعرف مخاطر نقص السكر الجلوكوز في دم المولود. وسبحان الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وسبحان الذي أوحى للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا الإعجاز العظيم وهذه الأمور الجليلة. فصلوات ربي وبركاته وسلامه على أبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.